اللي حصل امبارح في ورش العمل اول امبارح واللي هيحصل النهارده كمان مع الانطلاقه والجلسات اللي هنشوفها على مدار 4 ايام، كل ده مجهود شباب تعبوا على مدار شهور كتيره فاتت. خليه نحل زي ما بنقول، الناس كانت شغاله فعلا بتواصل الليل بالنهار عشان يخرج المنتدى بالشكل اللي يليق باسم مصر، لان احنا بنتكلم فيه محفل دولي حاضر فيه شخصيات مهمه جدا دوليه، شباب من مختلف دول العالم هيكونوا سفرائنا. لما يطلعوا بره ويرجعوا بلادهم مره تانية هيقولوا ان احنا جينا وشفنا التنظيم كان عامل ازاي، شفنا زي ما هيتكلموا عن السياحه وعن الاستقبال وهيتكلموا عن ورش العمل، هيتكلموا كمان عن التنظيم، عن التنظيم من اول ما بيوصلوا المطار لحد ما بيخلصوا في النهايه خالص رحلتهم في مصر وبيغادروا كمان بسلام الى بلدهم. خلونا نتعرف على تفاصيل كتيره وكواليس كتيره من هبه رؤوف، عضو اللجنه المنظمه لمنتدى شباب العالم. يا هبه صباح الخير. صباح النور، اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. الله ينور، ما شاء الله عليك والله. الحمد يعني لله بجد والله، يعني شباب تفرح. الحمد لله. طيب احنا عارفين ان في كواليس كتيره قوي وفي عندنا استعدادات على مدار شهور، يعني الموضوع ما احنا مش قلنا بقى خلاص المنتدى واعلنا الشهر اللي فات ان المنتدى الشهر ده، فاحنا من اول ما اعلنا لا ده احنا بقالنا بنحضر بقالنا شهور قبلها بكتير. فعايزين نعرف منك التحضيرات كانت عامله ازاي. هي التحضيرات بتبدا قبل المنتدى طبعا بشهور، فعلا ده حقيقي، واللجنه المنظمه نفسها يعني العدد نفسه بيبقى ضخم جدا، يعني صعب ان احنا حتى نقدر نقول هم قد ايه يعني. تمام، بس هم فعلا شباب يعني كل همهم ان المنتدى يخرج بشكل يليق بشكل مصر في الاخر، وما كانت مصر في المنطقه اللي احنا فيها. طيب دلوقتي التنظيم شكله عامل ازاي؟ لا بيبتدي من شهور، من اول ما نبتدي نعمل الدعوات للوفود اللي جايه. تمام، اهم حاجه ان احنا بننتقي الشخصيات والافراد اللي جايه من الشباب. الشباب طبعا جايين من 196 دوله، كل القارات، افريقيا، اسيا، امريكا الشماليه، امريكا الجنوبيه، واوروبا. فاحنا بننتقي طبعا، اعتقد ان الاكثر من افريقيا. ايه الاكثر من افريقيا؟ ممكن عشان ظروف بس الجائحة كورونا دلوقتي مش أكتر، بس طبعا في وفود جاية طبعا من دول أوروبية طبعا أكيد. ده عظيم جدا. طيب ده شيء كويس. كنت بتقولي إن احنا بننتقي كمان الحضور جدا، لأن طبعا احنا عندنا ورش عمل وجلسات وفي سبيكرز طبعا، فلازم يكون عندهم خلفية، لازم يكون عندهم خبرات في الكلام اللي هم هيقولوه. أكيد. يعني مش مجرد حد مجهز كلام جاي يقوله أو يعرضه خلاص، لازم ده يكون بإيفيدنس، يعني بيقدم بيبرز، بتدي نعمل لها تشيك على البيبرز دي هم فعلا قادرين ان هم يكونوا قد الثقة ان هم يجوا يبقوا سبيكرز في المنتدى ولا المنتدى بيناقش قضايا شبابية على مستوى العالم، يعني مش مجرد مؤتمر شبابي بسيط، لا هو منتدى عالمي، فأكيد لازم يكونوا قد المسؤولية دي. صحيح. طيب اجراءات فيروس كورونا، اعتقد ان هي احنا شايفين اجراءات مشدده لحي الفيروس كورونا حقيقي. وكنا لسه بنتكلم من شويه عن روبوتس، الانسان الالي الموجود للتعقيم حقيقي. فكنا بنتكلم عن التكنولوجيا ما بعد كورونا، قلنا ان التكنولوجيا ما بعد كورونا مختلفه تماما ومتغيره، فعايزين نعرف منك برضو الاجراءات عامله ازاي. الاجراءات الاحترازيه بتبتدي من بدايه ما اصلا الفرد بيدخل المطار، يعني من ساعه ما تدخل المطار لحد ما بتوصل تاخد الاي ديز بتاعتك، توصل الاكوميديشن الاوتيل بتاعك. احنا عندنا بيحصل بي سي ار كل 48 ساعه عشان نطمن على الناس، عشان الناس دي مسؤوليه في رقبتنا في الاخر، هيرجعوا بلادهم فربنا يسترها عليهم وعلينا ان شاء الله. قاعه المؤتمرات نفسها طبعا كل الاجراءات الاحترازيه متاخده، الروبوتس اللي موجوده بتعقم بالاشعه فوق بنفسجيه، بكل كل الاجراءات متاخده الحمد لله، سواء التعقيم او سواء البي سي ارز كلها، يعني جوه القاعه وبره القاعه، يعني الحمد لله. عظيم. طب عايزين نتكلم بقى عن النهارده، ايه اللي هيحصل النهارده؟ النهارده يوم مهم جدا طبعا، النهارده بدء الفعل، يعني اول جلسات، جلسه طبعا الاولانيه الافتتاحيه بتاعت الرئيس، السيد الرئيس هيبقى موجود، ثم هيبقى في بريك، وفي بعد كده الجلسه نفسها الرئاسيه، بعد كده بيبقى في المسرح. طبعا المسرح ده يعني من اهم الفعاليات اللي موجوده برده في المنتدى، اللي تبقى يعني بيتم اعتادها بشكل مهم جدا. تقريبا كان الانطلاقه بتاعه في تاني دوره في 18 مش كده؟ ده حقيقي. ويعني هو الفكره كلها في المسرح ان هو بيجمع كافه المواهب من كل العالم، يعني هي مش قصه مواهب بس من دول العربيه، لا يعني مواهب تبقى مهمه جدا ان احنا نعرضها وان احنا نتبناها في المنصه العالميه زي منتدى شباب العالم. عظيم. وكلها نماذج، يعني كلها نماذج نجحت في مجالها، كل واحد بيأدي حاجه ناجح فيها، فاحنا ده برضو ده عامل من ضمن العوامل اللي على اساسها بنختار الضيف. حقيقي طبعا، اكيد بيتم انتقائهم. طبعا المسرح نفسه هو منتدى صغير جوه المنتدى، يعني المسرح نفسه ليه لوجيستيك خاصه بيه جدا، يعني فربنا يكون في عونهم. طبعا هيكون في عروض النهارده مهمه جدا، وفي منافسه كمان، ما هو بقى خلينا نتكلم احنا متميزين جدا يعني في النواحي دي، فبالتاكيد هيكون في منافسه، ومنافسه جديده كمان، بنحاول يكون احسن من اللي قبليه كمان طبعا. بكل تاكيد
بكل تأكيد. طب ده شيء عظيم جدا. طيب احنا بنتكلم في 2000 شخص هيكونوا حاضرين ان شاء الله المنتدى، وتم اختيارهم زي ما انت قلتي بناء على مجموعة كبيرة من المعايير، لازم يكون عندهم نماذج، يكون في اكسبيرينس كويسة، هم قادرين بس ان هم ييجوا هنا سواء سبيكر او حضور حتى يعني. الفكرة بس ان احنا بنحاول ان يبقى فيه يعني المنتدى منصة ان هي تجمع الشباب حوالين العالم، لان احنا اصلا في الاخر احنا في ظروف يعني صعب السفر، يعني فكرة السفر صحيح. نفسها صعبة جدا، ففكرة ان انت يبقى عندك التجمع الشبابي ده كله في مكان واحد، اولا الاجراءات الاحترازية لازم تكون متاخدة، تاني حاجة مين جاي اساسا يعني احنا في ظروف برضو يعني مش طيب. انطباعاتهم عاملة ازاي؟ احنا بقالنا يومين اهو والناس خلاص وصلت، اعتقد كل الناس وصلت. انطباعات الناس دي عامله ازاي لحد دلوقتي؟ اهم انطباع طبعا الكورونا، الاجراءات الاحترازيه والحمد لله متاخده الحمد لله، حتى لو لا قدر الله في اي حاجه بنحاول تكون يعني نلحقها، بس اهم لحد دلوقتي الحمد لله كله البي سي ار. هم مبسوطين والناس يعني مبسوطه جدا، اهم حاجه الناس مبسوطه، لان دلوقتي اي حد عايز يحضر اي فعاليه هي موقوفه يعني في كل البلاد، مش كله فاتح المنتديات او المؤتمرات على مصراعيها، لا ده حقيقي مش يعني في مصر ان هي تاخد الاجراء ده تحدي في نفس الوقت. صحيح الحمد لله. طيب انت معنيه بايه بالظبط يا يعني انت يعني القسم بتاعك بقى، عايزين نتكلم بقى عن طبيعه عملك انت تحديدا في اللجنه المنظمه. لوجستيات المنتدى نفسه، خاص بقى باستقبال الوفود، استخراج التصاريح اللي هي الاي ديز ان هم ياخدوا التصاريح بتاعتهم، حتى السبونسرز نفسهم ليهم اي ديز، كل الحاجات دي انا خاصه باللوجستيات، التكتنج الطيران، التسكين بتاعهم، لازم نطمن على الناس ان هي التيكتس بتاعتهم وصلت في ميعادها، الناس دي سكنت في ميعادها، كل الحاجات دي يعني ان انت كشباب يبقى هو عارف يعملها بنفسه ويكون هو بينجزها وبتحصل يعني بنجاح كمان، ده انجاز وتحدي في الظروف اللي احنا فيها. في لجان كتير عندكم على فكره؟ لجان كتير جدا. طيب بتختاروا الشباب ازاي اللي بيشارك في كل لجنه؟ هو طبعا لازم يكون هو يعني احنا عندنا دي النسخه الرابعه من المنتدى، في 3 نسخ قبل كده طبعا، في خبرات كل واحد اكتسب خبره في لجنه هو فيها، وطبعا بيتوزع يعني هي خبرات مظبوط عشان نتجنب مثلا لو في حاجه حصلت في النسخه اللي فاتت او النسخه السابقه انا اتجنب الكلام ده الحمد لله الحمد لله. بس هو جميل طبعا فكره ان انا اعتمد على خبرات الشاب اللي شارك في لجنه من اللجان اللي كانوا منظمين للمنتدى، كان مثلا على سبيل المثال كان موجود في المطار، في مطار شرم الشيخ، عشان يستقبل الوفود اللي جايين اللي يحضروا المنتدى. بس في نقطة مهمة ان احنا اصلا في عندنا مختلف التخصصات، يعني في عندنا هتلاقي المرشد السياحي، هتلاقي المترجم، هتلاقي المهندس، هتلاقي الطبيب، فان احنا بنستفاد برضو من خبرات كل فرد فينا ان هو يكون في مكانه المظبوط عشان يقدر يفيد. صحيح. وانت بتعمل كمان اللجنه، يعني اللجنه اللي هي اللي موجوده مثلا على سبيل المثال زي ما احنا بنتكلم دلوقتي اللي موجوده في المطار، بيكون فيها اكتر من تخصص اكيد، بيكون فيها مترجمين زي ما انت قلتي، شباب قادر ان هو يتحدث مع الضيوف، عارف هيتكلم معاهم اللغات طبعا عشان يكون في تواصل طبعا. انا مثلا على سبيل المثال انا بتكلم جيرمان وانجلش، طبيعي اكيد ده بستخدمه، بستغل السكيلز اللي عندي ان انا اقدر اتواصل مع الوفود اللي جايه لي بمختلف لغاتها، فاكيد احنا بنستخدم كل الخبرات اللي موجوده في ان هي في الاخر يطلع المنتدى بشكل لائق، دي اهم حاجه. طيب عظيم، احنا عندنا تفاصيل كتيره جدا يا هبه عايزين نتكلم فيها، لكن هنروح لفاصل. مشاهدينا هنروح لفاصل ونرجع مره تانية نكمل مع حضراتكم باقي فقرات صباح الخير يا مصر. لما بنقول لحضراتكم ان عدد الناس اللي سجلت على الموقع لحضور المنتدى في هذه النسخه تخطى 500,000، فده مش من فراغ. احنا بنتكلم في ان العدد بيزيد تدريجيا، بدأنا في اول نسخة ب 233,000، بدأ العدد يزيد، وصلنا ل 300,000، وصلنا ل 350,000، انا بتكلم عن الناس اللي سجلت طبعا على الموقع. وصلنا دلوقتي لكام؟ وصلنا لان الناس اللي سجلت 500,000، باب التسجيل اتفتح لمدة شهر وخلاص، كان تم الاعلان ان هو هيتقفل بعد الشهر. بعد الشهر في اخر يوم في الشهر لقوا ان في اقبال، لسه الناس بتسجل، فطبعا إدارة المنتدى مدت أسبوع كمان عشان الناس تلحق تسجل. ده ليه؟ عشان لو في ندي فرصة لكل الناس إن هي تكون موجودة، قد يكون في خبرة من الخبرات إحنا محتاجينها في مجال معين لسه ما قدمش ومحتاج إن هو يقدم فيلحق خلال هذا الأسبوع، فتضمن أنت مشاركة كل الخبرات في كل المجالات. ده كله ما بيجيش من فراغ، بيجي من عملية تسويق، بيجي من عملية ترويج مهمة جدا للمنتدى عالميا، سواء بقى الترويج بالسفر للخارج أو الترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، ده برضو عايزين نكمل كلامنا فيه ونتكلم فيه مع هبة رؤوف من اللجنة المنظمة. يا هبة أهلا بك مرة تانية، وأعتقد أنتوا عندكم سياسة كده بتتبعوها في عملية الترويج للمنتدى. أكيد طبعا، هو يعني عموما الترويج أو التسويق لمنتدى شباب العالم هو مستمر، مش بس فترة المنتدى أو قبلها مثلا من الإعداد، لا هو على مدار السنة، وهو مستمر من بداية أصلا المنتدى في نسخته الأولى وهو معنا، يعني لجان التسويق الخاصة بتسويق منتدى شباب العالم شغالة على مدار السنة. وفي سفريات عشان نعرف الناس المنتدى بأهدافه وبالسبب.
حقيقي. باسباب ان يكون في منتدى شباب العالم. احنا ليه بنعمل منتدى شباب العالم؟ كل ده بنعرف الناس بيه. ده حقيقي، ده حقيقي. في شباب بيسافروا بره يعرفوا كافه البلاد، يعني سواء المانيا اللي اوريدي سافرناها قبل كده، بنعرف ايه الهدف من المنتدى، الشباب المشاركين هيشاركوا ازاي، ايه المعايير اللي بيتم انتقائها من خلالهم، الويب سايت دخوله ازاي، كل ده. غير كمان السوشيال ميديا نفسها، لان المنتدى يعني هو منصه، في الاخر هي منصه تبادل ثقافي، يعني تمام، تجمع كافه الثقافات. فانا دلوقتي عندي البيج الانستغرام، انا مثلا في مثلا عيد او اليوم العالمي مثلا للصم والبكم، لا بنحتفل بيه معاهم، ده حاجات عالميه، فاحنا لازم نكون متواجدين. يعني هو التسويق هو تواجد، تواجد في كل الثقافه موجوده في بلاد العالم، احنا متواجدين مع الشباب. ده جميل، لان هو اصلا لما بيجي دلوقتي شاب مثلا من اي دوله اوروبيه او افريقيه، ان كان من دول العالم، بيجوا هنا على ارض مصر، هو خلاص بيرجع بلده، هو عنده انطباع عن البلد ومش بتتشال من ذاكرته، فلازم يحس ان احنا موجودين معاه في اي احتفالات، بنبقى موجودين، بيشارك، حتى لو في سيرفي بنعمله، حتى لو كويستشن كده بسيط، بس هو شارك على المنصه بتاعتنا سواء على الفيسبوك او الانستغرام. انت قلت نقطه مهمه جدا، وهي التواصل مع الشباب، مش بس في وقت المنتدى. حقيقي. فكرة ان الناس اللي شاركت في المنتدى في الدورات السابقة في تواصل مع ادارة المنتدى، اي حد الاستفسارات، ما احنا عندنا البيج ما شاء الله احنا وصلنا للمليون 525 الف، مش كده؟ حقيقي. انا متابع العدد. حقيقي. بيزيد ما شاء الله، وشايف ناس كتير قوي على البيج من جنسيات مختلفة. فالناس بتتابع والناس بتستفسر وبتبعت تساؤلات، ففي تواصل من إدارة المنتدى مع الشباب، مش بس في نفس توقيت المنتدى، عشان ما تبقاش بس ان احنا كل سنة بنفتكرهم ونتواصل معاهم لمدة شهر فييجوا يحضروا المنتدى كام يوم ويسافروا بلدهم، لا، دي سياسة إدارة المنتدى بتتبعها لأنه يكون في تواصل مع الشباب طول الوقت. الترويج عبر السوشيال ميديا أعتقد أنتوا برضو مكثفين مجهود. طبعا أكيد، كل فترة حتى يعني كذكرى لكل شاب جه المنتدى، لو هو يحط صورته في المنتدى مع أصحابه، طبعا أي حد فيهم جاي أكيد كون صداقات، هم بيفضلوا مع بعض على تواصل، فإحنا على المنصة بتاعتنا، طب حطوا الصور بتاعتكم، طب دي جزء من القوى الناعمة، يعني هي دي مش سياسة المنتدى من فراغ، لا، هي دي جزء من القوى الناعمة اللي بتتبعها الدولة دلوقتي، عشان مصر بليها تواجد في كل دول العالم، عشان ما حدش ينسى الدولة المصرية في الآخر. فلا يعني هو التسويق للمنتدى هو الحمد لله رب العالمين على مدار السنة شغال، يعني ما بنوقفش خالص. يلا ربنا معاك. طيب اختيار العناوين بالنسبة للجلسات، اعتقد انه جائحة كورونا مسيطرة جامد قوي، يعني هو ده حقيقي، لان حتى في مصر بس كمان، يعني اقصد ان الجلسات مش مسألة جائحة كورونا في مصر بس، لا خالص، في العالم بالظبط. الاقتصاد ما بعد كورونا شكله عامل ازاي، سياسات الدول بينها وبين بعد كورونا، في بعد كورونا عاملة ازاي، حتى المناخ، يعني مصر هتستضيف كوب 27 قريب، فده برضو في جلسة بتتضمن تتناقش في موضوع المناخ. عندنا كمان في MUN، كل ده يعني احنا لازم نكون يعني الجلسات تشمل كل القضايا دي، لسبب لان احنا لجنه التنميه المجتمعيه الطبقه اللي هي الامم المتحده اعتمدت الثلاث نسخ اللي فاتوا للمنتدى، ان هو يعني خلاص، يعني انا لازم بعد كده اختار قضايا الشباب بالظبط، انا بعد كده لازم ده بالنسبه لي انا يثبت لي ان انا بختار قضايا مهمه، وده هيخليني الفتره الجايه سواء النسخه الرابعه او الخامسه او السادسه ان انا اختار قضايا يعني اهم واهم واهم وفعلا تكون بتشغل الراي العام العالمي، مش اللي هو صحيح، لان كده ده معناه ان العالم بالمنظمات الدوليه بالحكومات الدوليه مركزه مع المنتدى، بتشوف التوصيات كمان اللي خرج بيها المنتدى اللي بتتنفذ. طبعا، يعني مش توصيات كده الرئيس بيقولها خلاص، لا، هي بتتنفذ على الارض وبنشوفها. حاجه كمان عايز اقول لك عليها، ان التوصيات دي مش مناسبه لمصر بس، ما هو انا لما يكون عندي جلسه يكون حاضر فيها عدد من الشباب المتحدثين او ورشه عمل، والناس بتتكلم مع بعض، وكل واحد بيتبادل اطراف الحديث، وكل واحد بيقول خبرته، وكل واحد بيقول افكاره وبيطرح رؤاه، كل الكلام ده بيكون عباره عن خليط، كله بيختلط ببعضه عشان في النهايه يوصلنا لفكره او حاجه نقدر نطبقها في كل الدول مش في مصر فقط. حقيقي، مظبوط الكلام ده، مش حقيقي. كده حقيقي، لان احنا اصلا في الاخر احنا كل همنا ايه، ان احنا ما يبقاش احنا بنتكلم مع نفسنا كمصريين فقط او العالم العربي، لا، العالم يعني خلاص، احنا عندنا دلوقتي منصه دوليه بالظبط، انا عندي منصه صح. دوليه وبطلع منها بتوصيات عالميه مش توصيات محليه او عربيه فقط، فلا يعني هو تبادل الثقافات عموما، يعني ده بيخرج في الاخر بتوصيات عالميه بتتنفس. طيب هو المؤتمر عموما في حاجه احنا يعني مش عايزين نغفلها، اللي هي فكره السياحه عموما، سياحه المؤتمرات، هو المنتدى هو جزء من سياحه المؤتمرات، هي موجوده في العالم كله، يمكن في مصر ما كانتش يعني متروج ليها بشكل كافي، ولكن المنتدى يعني احياها من جديد. فاحنا دلوقتي لما بيبقى عندي منتدى عالمي بيحصل على ارض زي ارض شرم الشيخ، هي ارض السلام في الاول وفي الاخر، فانا دلوقتي بروج للسياحه، السياحه اللي هي كانت بقى لها فتره كبيره راكده والعاملين فيها يعني
هم عارفين ده كويس. فانا دلوقتي لما بلاقي عندي المستثمرين بيشوفوا ان الدوله المصريه بتتبنى منتدى شباب العالم اللي هو في الاخر في امان في البلد، انا اقدر اعمل استثمارات بتاعتي، انا اقدر اجي هنا لا اعمل مشاريع، المشاريع دي هتشغل يد ايدي مصريه في الاخر. فلا هو المنتدى لا ليه ابروشز كتيره بيشتغل عليها، يعني انا كاكتر من محور، مش بس يعني بخلق فرص عمل، بثبت ان مصر امان الحمد لله رب العالمين، في الاخر بشجع الاستثمار بتاعي. لا يعني المنتدى الحمد لله احنا يعني نتمنى فعلا الناس كلها تبقى يعني على قدر الاهميه بتاعته حسب طيب اهميه المنتدى. طيب انا عايزك بقى في النهايه كده قبل ما نختم توجهي رساله للشباب. هو شباب المصري وشباب العالم كله في الاخر الامل، يعني ما فيش حاجه اسمها كورونا جت فانا سبت شغلي، كورونا جت فانا دراستي وقفت، طب انا ظروفي سيئه في اي دوله انا فيها، يعني لا في امل. اسعى، اشتغل على نفسك، قوي مهاراتك، شوف انت جواك ايه واشتغل عليه، هتلاقي الطريق، يعني الطريق هيبقى موجود بس اسعى، يعني الامل دايما موجود. صحيح. اسعى. احنا بنشكرك طبعا هبه رؤوف، خلاص يعني كلها كام يوم وهترتاحوا 3 ايام مش كده؟ خلاص بقى يعني يا ريت. لا مجهود. خالص للاسف. ما بعد المنتدى طبعا لازم نطمن ان كل الوفود وصلت بلدها طبعا. امان والبي سي ارز كلها نيجاتيف والحمد لله الناس رجعت مظبوطه وكل واحد وصل بلده، لا تقل اهميه عن البدايه طبعا حقيقي. ان كل واحد يوصل حقيقي. لمكان طيران كل حاجه لازم يوصل للبلد بتاعته بامان الحمد لله. احنا بنشكرك شكرا جزيلا هبه رؤوف، عضو لجنه المنظمه لمنتدى شباب العالم، الف شكر ليك.